مساء الخير واهلا وسهلا بكل اهلاويه اللي بيتابعونا وبيبداوا معانا حلقه جديده من السادسه. في البدايه تحياتي لحضرتك. احنا رايحين على فين؟ ده يمكن السؤال الاهم اللي بيدور في عقول، مش هقول اغلب المره دي، هقول كل جماهير النادي الاهلي. يمكن حاله قلق، ممكن تكون حاله غضب، ممكن تكون حاله عدم رضا بشكل عام. خساره امبارح ما اعتقدش انها مؤثره جدا، يعني طبعا انت بتزعل في اي مباراه تحت اي ظروف فيها 11 لعيب شايلين تيشرت النادي الاهلي والاهلي يتعرض لتعادل او خساره. ده واحد من الاسباب اللي بتضايق وبتزعل كتير من جماهير النادي الاهلي، وده طبيعي جدا، ده احساسك طبيعي ما تقلقش. لكن الاهم من ده انه ما يبقاش فيه مع ده فكره القلق والتوتر على مستقبل النادي الاهلي. ليه؟ واحد، خلينا نتفق على مجموعه نقاط كده يعني تبقى ارضيه مشتركه نبتدي بيها الكلام، وهنتكلم طبعا عن ميركاتو، وهنتكلم عن احتياجات النادي الاهلي وشكل وطبيعه المنافسه، والاهلي محتاجين شكله يبقى ايه السنه الجايه. لكن واحد، كل من في الملعب تعرض لاختبار قاسي جدا جدا جدا، بدايه من ريكاردو سواريش نفسه ومرورا بجهازه الفني ووصولا لاصغر لاعب في النادي الاهلي بيلعب في الفتره دي. ليه بقول ده؟ لانه الحقيقه كل الظروف معاكسه، ولو كانت الظروف دي مش موجوده كان ممكن جدا جدا النتائج تختلف، سواء كنت بتكلم على حكمك او تقييمك لقدرات ريكاردو سواريش وجهازه المعاون. الناس دي قد المسؤوليه، الناس دي تقدر تكمل مشوار وتشيل اسم النادي الاهلي في موسم يفترض ان احنا باذن الله هننافس على ونحقق كل البطولات، مع الاخذ في الاعتبار ان الموسم اللي جاي الى حد كبير مختلف، المنافسه فيه مختلفه، الظروف فيه ممكن تبقى اصعب، البطولات فيه مستواها اعلى، وبالتالي انت رايح لموسم مختلف عن كل المواسم اللي قبل كده. هل ريكاردو سواريش هو رجل المرحله؟ محدش في مصر يقدر يجاوب على السؤال ده بمنتهى الصراحه، يعني عشان نبقى متفقين، الرجل لم تكتمل الفرصه الكامله بالنسبه له عشان تقدر تقيم اداؤه كمدير فني. الراجل ده عنده كوره، كل اللي انت بتشوفه مجرد انطباعات، وكل اللي انت بتسمعه النهارده مجرد انطباعات، لكن هي بجد تجربه لم تكتمل حتى اللحظه. هتكمل مش هتكمل دي حاجه في علم الغيب. وصولا للاعبين، الحقيقه اللي بشوف انه من الفتره اللي تولى فيها مستر موسيماني، ومن الفتره اللي ابتدت فيها تظهر علامات الاجهاد والارهاق الشديده جدا وتوالي الاصابات على فريق النادي الاهلي، كان من المفترض الحقيقه انه اللعيبه دي، القماشه دي، تاخد فرصه بالتدريج، وما يبقاش كله دفعه واحده، ما ينزلش كله تحت المقصله زي ما بيقولوا كده مره واحده. في الظروف دي كانت ممكن نتيجه جدا، وكان ممكن تقييمك انت شخصيا كمشاهد يبقى مختلف. الاهم بالنسبه لي واللي حابب اتكلم فيه معاكم كجمهور نادي اهلي هي فكره اسلوب او مدارس التعاقدات. يعني العالم طبعا في العشر سنين الاخيره الدنيا في الكوره اختلفت على كل المستويات، اختلفت بشكل عنيف لدرجه انك انت ممكن تقول ان احنا اتنقلنا من مستوى الاحتراف لمستوى احتراف الاحتراف. النهارده حجم الصفقات، اجمالي المبالغ اللي بتنفقها كل انديه العالم، مش بتكلم علينا في مصر بس، مش بتكلم بس على النادي الاهلي، بقت مهوله، سواء على لاعبين او سواء على اجهزه فنيه. لما تيجي تتكلم على حجم المواهب اللي موجوده النهارده، احنا عشنا تقريبا 10 سنين مفيش في الكوره في العالم كله، العالم كله، غير رونالدو وميسي. حجم الموهبه على مستوى العالم كله الحقيقه انا بشوف انه في ندره، يعني يمكن الناس اللي بتحب الكوره واللي بتحب اللعيبه الحريفه قوي ممكن كتير منهم يتفق معايا في الكلام ده، فبقى في ندره حقيقي في الموهبه، ونتيجه ده بقينا بنسمع عن ارقام فلكيه في لعيبه يمكن ما يعني اعتقد ان هم ما هماش فلتات لما تقارنهم بلعيبه من 15 20 سنه. لا، في اجيال تانية كان فيها 15 و20 و30 اسطوره، من البرازيل تلاقي ومن الارجنتين تلاقي ومن فرنسا تلاقي ومن انجلترا تلاقي وهكذا. المانيا على سبيل المثال، المانيا قدمت مجموعه لاعبين عظام على مدار اخر 30 40 سنه، وكانت ضيف اصيل في عدد كبير جدا من نهائيات كاس العالم. المانيا مش شايف مين هو اهم موهبه في المانيا النهارده من اربع خمس سنين فاتوا مثلا. لكن في النهايه نرجع لاسلوب التعاقدات، وبالنسبه للكلام اكتر على الانديه، في انديه كتير جدا النهارده بتعتمد على البادجت، انديه عندها صناديق استثمار، انديه عندها دول، انديه عندها عائلات يعني غنيه بتملكها، فبالتالي ما عندوش مشكله في فكره البادجت. مين اللعيب اللي انت عايزه؟ فلان الفلاني بكام؟ خلص. بنشوف ده مثلا بيحصل في بي اس جي، بنشوف ده بيحصل في مانشستر سيتي،
وغيرها من الأندية. في أندية تانية الحقيقة عندها مدرسة بتعتمد بشكل كبير جدا على الكشافين، بس مش الكشافين بتوع زمان، الكشافين بالمفهوم الجديد، بالمفهوم الاحترافي، لعيبة تقدر تجيبهم بمبالغ بسيطة جدا، تستفيد منهم فنيا ويتطوروا معاها بشكل كبير جدا، وتستفيد بعد كده من إعادة بيعهم. وأبرز مثال على ده مثلا فرقتين بشوفهم الحقيقة نموذج يدرس، أياكس أمستردام وبروسيا دورتموند. وممكن أعدلك 10 15 لعيب طلعوا من الفرقتين دول في المواسم الأخيرة، مستويات الفرق ما تهزتش، دورتموند وأياكس ما تهزوش بشكل عنيف جدا، قدروا يحافظوا على نفس الرانك اللي هم موجودين فيه. قدر أياكس يكمل مشوار المنافسة في البطولات الهولندية، صحيح ما بيروحش بعيد في أوروبا، لكن قادر يحقق البطولة الدوري الهولندي، وفي نفس الوقت استفاد بشكل كبير جدا ماديا من الصفقات دي. حكيم زياش، فرينكي ديونج، السنة دي سيباستيان هالر، بالمناسبة أنتوني بنسبة 99% رايح مانشستر يونايتد، وبشوفه أهم صفقة في الدوري الإنجليزي السنة دي بعد إيرلينج هالاند. في مدرسة ثالثة تعتمد إلى حد كبير جدا على الأسواق المحلية بتاعتها، ويمكن لو اتكلمنا على اقتصاد كرة القدم مفيش شك إنه الأهلي هو أقوى نادي من الناحية الاقتصادية ومن ناحية قدرته على توفير التمويل للصفقات بتاعته على مستوى مصر. لكن في متغيرات كتيرة جدا حصلت حوالينا في المنطقة، في الريجن ده، ريجن شمال أفريقيا والشرق الأوسط، تقول إنه على مستوى الشرق الأوسط لا، القوى الاقتصادية مش مؤثرة قوي. وأبرز وأهم اللاعبين النهارده اللي موجودين على الأقل في أفريقيا، بقى بسهل جدا إن هم يروحوا أو يبصوا لصفقات مرتبطة بالأندية الخليجية اللي تقدر توفر حتة المادة دي بشكل كبير. لكن هل تقدر توفر البطولات؟ هل تقدر توفر التاريخ؟ هل تقدر توفر نجاحات؟ ده سؤال تاني. على كل الأحوال اللعبة دي حابب أتكلم فيها معاكم النهاردة، لعبة الانتقالات، وإزاي النادي الأهلي شكل الموسم اللي جاي يفرض على النادي الأهلي مشاكل النادي الأهلي اللي ظهرت السنة دي، حالة الإرهاق والإجهاد، اللعيبة اللي يمكن فقدت جزء كبير من مستواها، الشباب اللي طلع وتصعد، هل فيهم من يستحق أنه يستمر مع النادي الأهلي ولا ممكن ياخد فرصة تانية بالإعارة أو حتى الاستغناء، المحترفين وتقييمهم وتقييم مستوى أدائهم مع النادي الأهلي في السنة دي، كلها حقيقة موضوعات مرتبطة بشكل كبير جدا بشكل الأهلي السنة اللي جاية. سمعتوا أسماء كتير أظن وصفقات كتير جدا لغاية الواحد ما أرهق، يعني أنا شخصيا أرهقت طبعا. في كواليس كتير جدا مرتبطة بالمفاوضات سواء مع لاعبين، وفي لاعبين كتير مضوا لكن تتبقى الخطوة الأخيرة مع أنديتهم. كل ده النهاردة هنتكلم فيه في السادسة، بس تسمحوا لنا قبل ما ندخل في التفاصيل وقبل ما نبدأ حلقة النهاردة نروح لفاصل ونرجع لحضراتكم. دايما حسب اهدافك بتتحدد ميزانيتك وارقامك، يعني الدوري البرتغالي مصدر، الدوري البرتغالي كله مصدر لعيبه في اخر 5 سنين كسبان فيهم مليار و200 مليون يورو. لو الانديه البرتغاليه قدرت تحافظ على لعيبتها اللي صدرتها لانديه انجلترا واسبانيا في السنوات الاخيره ممكن جدا يكونوا بينافسوا على الالقاب الاوروبيه، لكن ده ما بيحصلش لانه غالبا ده مش في اهتماماتهم او مش في اهدافهم، وطموح اللعيبه بالاستمرار نفسه في الدوري البرتغالي بيبقى ضعيف الى حد ما، عندهم رغبه دايما ان هم يروحوا لدوريات اكبر. هناخد مع حضراتكم جوله كده سريعه مجموعه اهداف ولا اروع بصراحه، متعه واثاره وكره من العيار الثقيل، والبدايه من البرتغال. البرتغال كان مباراه بنفيكا وبوفيشتا. بنفيكا واحد طبعا من اهم 3 انديه في البرتغال، واحده من طول عمره على فكره بنفيكا، ده رايي يعني، دي موضوع نسبي، طول عمره من اشيك التيشيرتات الحمراء في العالم كلها الحقيقه. بنفيكا الحقيقه المباراه دي قدم عرض قوي جدا في مواجهه بوفيشتا، وقدر انه يتقدم في بدايه المباراه بعد مرور نص ساعه تقريبا بهدف اول، اوفر ولا اروع الحقيقه بالمقاس. وهنا التفاهم والانسجام، بص السنده بجون مهم جدا. القصه مش قصه كواليتي اللعيبه بس، القصه قصه مدير فني يعرف يستغل
مش بس يطور لكن كمان يحسن استغلال امكانيات لعيبته ويسهر الامكانيات دي كلها بتاعت التيم كله في دايره واحده تصب في مصلحه التيم ورك. استنده هنا بجون صحيح اسيست ولا اروع، منتهى الذكاء، منتهى الاتقان، منتهى طبعا ركله جزاء بعد ما الحكم رجع للفار في تدخل عنيف جدا. ومن ضربه الجزاء دي حضراتكم هتشوفوا تدخل على انكل رجله الشمال طبعا صعبه صعبه صعبه، على الرغم ان الكره كانت ميته، وده بقى اللي نقول عليه تهور المدافع. وقدر بنفيكا كان يسجل ثلاث اهدافه عشان تنتهي المباراه لصالحه في الدقيقه 82 بنتيجه 3-0. نروح للدوري الالماني مع حضراتكم. اربع او خمس ماتشات الحقيقه من العيار الثقيل، البدايه مع لايبزيج وفولفسبورج. لايبزيج من التجارب برضو اللي محترمه جدا، تقول لك العين الخبيره ممكن تصنع الفرق ازاي. مش فريق كبير، مش فريق ليه تاريخ، مش فريق من الفرق الثقيله اللي كانت حتى مكسره الدنيا في اوروبا، لكن قدر يبني فريق بكاليبر او بامكانيات لعيبه هايله جدا. وقدر طبعا السنده والجون والكوره في الشبكه، وفريق محترم الحقيقه بيلعب كره حلوه وكره ممتعه، وقدر دايما يبقى موجود وسط الكبار في الدوري الالماني. على نفس السياق تجربه ريد بول سالزبورغ في النمسا، برضو فريق بنفس الكونسبت او بنفس المفهوم ونفس التجربه، قدر ان هو يخلق فريق ممتع وفريق قوي بعناصر مغموره، ما فيهاش اسماء ثقيله وما فيهاش صفقات من العار الثقيل. ثاني اهداف لايبزيج عشان تنتهي المباراه بنتيجه 2-0. نروح ليفركوزن وماينز. هي ليفركوزن واحد من الفرق اللي ليها تاريخ، طبعا اول اهداف المباراه لباير ليفركوزن اعتقد ميران صديقه يعني انجاز التعبير، بس الحقيقه الهدف ده فك عقده المباراه، اختراق اكثر من رائعه من نص الملعب، كشف طبعا ماينز كان بيحاول يعوض، كره من هجمه مرتده، اسيست بمنتهى السهوله، الهدف يحسب لصانع الهدف اكثر منه لمسجله الحقيقه. انطلاقه ولا اروع من نص الملعب، انفراد، خلق المساحه لزميله واداها له. هنا غلطه مدافع بألف، غلطه مدافع بتكلف في الفريق الحقيقه هدف ترقيصه للجون. وركنه انهيار ماينز بعد الهدف الثالث الحقيقه، وتالق كبير لواحد من اكبر الفرق في جيل على فكره من باير ليفركوزن كان الحقيقه مكسر الدنيا في اوروبا كلها. ودي طبعا ركله جزاء لم تحتسب لانه الحكم ادى انذار ل يعني تمثيل للسقوط. نروح ل اعتقد لا ده بنفيكا وبوفيشتا تاني. يعني يمكن الاهداف حلوه فبنعيدها لحضراتكم مره تانيه، بس خلينا نسيب الدوري البرتغالي ونروح للدوري الالماني. بروسيا دورتموند كنت بتكلم عليه وعلى تجربته، قدم للكره في اوروبا كثير من النجوم الحقيقه، وواحد من الانديه اللي دايما موجود على في الصوره في المانيا، يعني هتقدر تقول ان هو نمره اثنين دايما بعد بايرن ميونخ. كره ضايعه فرصه في بدايه المباراه لكن الكره الحقيقه جت في العارضه، ويمكن كانت السيطره لحساب بروسيا دورتموند على هيرتا برلين اغلب فترات المباراه. كرة أكتر من رائعة وإهدار لفرصة تقريبا شبه محققة بغرابة شديدة جدا. كل الجون ده والحقيقة يمكن مهاجم بروسيا دورتموند سدد بره الثلاث خشبات، لكن الحقيقة يمكن استمر الضغط الشديد جدا من بروسيا دورتموند على مدار المباراة لحين تسجيل هدف وحيد سيباستيان هالر، واحد كان من الصفقات المنتظر واللي اتنقل من أياكس أمستردام. وقلت لحضراتكم السنة اللي فاتت، قلت لكم توقعوا إن سيباستيان هالر وأنتوني البرازيلي الدولي اثنين من اهم نجوم اياكس امستردام هيكونوا السنه دي مع اثنين من اكبر الانديه في اوروبا، وقد كان. سيباستيان هالر انتقل لبروسيا دورتموند، وانتوني انتقل يعني خلينا نقول يعني بنسبه 99% لمان يونايتد، واعتقد هيكون الصفقه الاهم في الموسم الحالي للدوري الانجليزي كله مش بس مانشستر يونايتد. واحد من اللعيبه اللي تصنع الفارق، واحد من اللعيبه اللي تقدر تراهن عليها حتى وهو رايح من الدوري الهولندي للدوري الانجليزي. في فارق طبعا في مستوى المنافسه، في فوارق كبيره جدا في مستوى اللياقه البدنيه والمهاره، لكن انا بقول لكم انتوني هيكون واحد من اهم اللعيبه في الدوري الانجليزي السنه دي. فاينرد وام في الدوري، بص الاسيست ده كره ولا اروع، وده برده مرتبط بفكره التفاهم والانسجام. التفاهم والانسجام لما يكون موجود بين اللعيبه على ارض الملعب، وده بيحصل بعد شغل كتير وتدريبات كتير وفكر مدرب وتحركات بكره وبدون كره. بص الباس ولا اروع، سلم له كره والتاني طبعا استلم استلام الى حد كبير جدا. لو ما فيش التفاهم والانسجام ما كنتش شفته هدف بالجمال والروعه دي. الحقيقه يمكن مباراه للشهره لفاينرد
الهولندي، والحقيقه استمر تألقه بعد تسجيله هدف الاول، قدر يحط الهدف الثاني. هنا بنتكلم على عقليه الابطال، وده مهم جدا الحقيقه. يمكن دي ميزه افتقدها الاهلي السنه دي، يعني حتى لو كنا بنعاني من اجهاد، حتى لو كنا بنعاني بالاصابات، في ماتشات كتيره جدا كنا فول سكواد، وفي ماتشات كتيره جدا كنا متقدمين في النتيجه وبنرجع ندافع وبنرجع نحافظ على هدف. عمرها ما كانت فلسفه النادي الاهلي. رغم التقدم الحقيقه هجوم كاسح استمر لفاينلد. الكره دي كان فيها شك انها اوف سايد، بس طبعا بعد الرجوع للفار، والفار هناك ما بيقعدش 4 و5 و10 دقائق زي ما بيقعد عندنا في كور ممكن تكون شبه واضحه، لكن الحقيقه اتحسب الهدف انه هدف صحيح. نروح ليونيون برلين وشالكه، واحده من المباريات الاستعراضيه الحقيقه. وشالكه فريق كبير على فكره، شالكه مش فريق صغير، يعني شالكه فريق كبير وفريق صاحب تاريخ، لكن يونيون برلين الحقيقه قدم عرض ولا اروع. مباراه انتهت بسكور كبير جدا، فيها هدفين حلوين قوي. طبعا دي ديفليكشن باد لك او سوء حظ لشالكه والحارس المرمى، لان الكره غيرت اتجاهها في توقيت صعب بعد ما الحارس كان اوريدي خد قرار بانه يروح على الزاويه اليمين، الكره راحت في الزاويه الشمال. لكن في جون هنا في جونين في المباراه دي، عايز دي طبعا تسديده مدويه، هي مش هاف فولي، هي غالبا فيرست تايم، بس لا فيرست تايم مش هاف فولي، بس رايحه حتى حارس المرمى ما قدرش ان هو يصدها. لكن المباراه انتهت بنتيجه ثقيله جدا بسكور كبير جدا، وهدف طبعا من خطا دفاعي ساذج جدا حط بيه يونيون برلين الهدف الرابع. عايزكم تبصوا على الهدف السادس، لان المباراه دي انتهت بنتيجه 6-1 ليونيون برلين. هدف طبعا من هجمه مرتده وخطا دفاعي كارثي، اللعيب ده تبيعه بعد المباراه مش بعد الموسم ما يخلص. كان نتيجته هدف خامس خماسيه ليونيون برلين بتكتمل. بصوا الهدف السادس بقى، الكره من حارس المرمى اسيست بالهيد. انا الحقيقه ما توقعتش ابدا ان يكون التصرف ده من الزاويه دي، قنبله من زاويه تقريبا شبه ميته. دي كانت جولتنا في الكره العالميه، خلينا نروح لفاصل، وبعد الفاصل نواصل مع حضراتكم في السادسه. مقارنة طبعا بالارقام الكبيره، ارقام مهوله فلكيه طبعا. انتوا عارفين الدوري الانجليزي الاعلى على مستوى الاجور على مستوى العالم كله، يتفوق على كل الدوريات بما فيها الاربعه الكبرى سواء الاسباني والفرنسي الايطالي او حتى الالماني. لكن مردود ده كان نتكلم بقى على التسويق، واحنا السنه دي ابتدينا نشوف ماتشات الدوري الانجليزي باعلانات مرتبطه ببعض المنصات او الشركات المصريه. خليني اقول لكم ده مش مقتصر بس علينا، ده مقتصر على كل مكان في العالم، لانه الاعلانات النهارده او السنه دي يعني الموسم ده في الدوري الانجليزي بتتباع بالريجن على حسب المنطقه، كل منطقه بتتابع بس الماتشات بتاعت الدوري الانجليزي بتشوف اعلاناتها، وبالتالي الاعلانات دي بتتباع في 10 او 15 زون مختلفه على مستوى العالم. فكر طبعا ومستوى من التسويق والفكر المبيعات في حته ثانيه خالص. طيب واحنا بنتكلم على الدوري الانجليزي اللي بدايته الحقيقه يمكن تكون مفاجاه، يعني مفاجاه بكل المقاييس بعد الميركاتو الاكثر من قوي، وخصوصا ان كل الكبار بيعانوا. السيتي بيعاني، ليفربول اشد المعاناه، تشيلسي بيعاني، يمكن الاكثر مانشستر يونايتد يعاني، يمكن الاكثر استقرارا حتى اللحظه ومفاجاه الموسم حتى الجوله الثالثه هو طبعا ارسنال الانجليزي، اللي الحقيقه مع ارتيتا قدر يحقق العلامه الكامله. هيكون واحد من نجوم الكره الانجليزيه والدوري الانجليزي هو ضيفنا دلوقتي في السادسه، لعب مع واتفورد ولعب مع برينتفورد في الدوري الانجليزي، وكمان تولى في فتره من الفترات مسؤوليه المدير الفني او مدرب لفريق كريستال بالاس. كيث ميلن هو ضيفنا في السادسه. بدايه طبعا شكرا على قبولك الدعوه، واهلا وسهلا بيك على شاشه الاهلي وفي السادسه. Hello, thank you very much. اهلا وسهلا، شكرا جزيلا لكم.
قبل ما ادخل في التفاصيل يهمني جدا اسمع رايك في اهم الصفقات اللي نجحت الانديه الانجليزيه بشكل عام يعني في تحقيقها استعدادا للموسم الجديد، اهم الاسماء اللي ممكن تكون اضافه لفرقها وقيمه الدوري الانجليزي نفسه. بالطبع أعتقد أن بناء مانشستر سيتي لفريقي هو الأبرز حتى الآن. نتحدث عن إيرلينغ هالاند، هو أفضل صفقة في الدوري الإنجليزي حتى الآن، وليس لمانشستر سيتي فقط. هو يحرز الأهداف كما ترى الآن، هو لاعب مميز. لو سألتك عن تقييمك، يمكن عدد كبير جدا من الأندية الإنجليزية بيحظى بدعم مادي كبير، سواء عن طريق صناديق استثمار، سواء عن طريق عائلات قوية اقتصاديا، أو عن طريق حتى رجال أعمال، أو عن طريق موارده الذاتية يعني. لكن مين من وجهة نظرك الأفضل في استخدام الموارد المالية والاستعداد للموسم الجديد؟ أعتقد أنك كما ذكرت أنه يوجد الكثير من الأموال التي تضخ في الدوري الإنجليزي. يوجد الكثير من رجال الأعمال الذين يريدون أن يكونوا جزءا من الدوري الإنجليزي. ليس الأمر فقط من باب صرف الأموال، ولكن ليكونوا جزءا من هذه الأندية. أعتقد أن مانشستر سيتي هو النادي الأبرز حتى الآن. هو نادي يدير العملية المالية بشكل جيد جدا. الأمر أخذ وقتا، ولكن الآن يجنون ثمار ما بذلوا في الفترة الماضية. أعتقد أن القوة المالية للنادي تجعل من الفريق فريق قوي جدا على المستوى العالمي. أعتقد أن تشيلسي أيضا كان يمر بأزمة في الشهور الماضية، ولكن تشيلسي أيضا من أبرز الأندية. نتكلم من الناحية الفنية، ناس كتير شايفة أنه بداية الدوري الإنجليزي بداية غير متوقعة، وخصوصا مع معاناة أو مع تعثر الأندية الكبيرة. السيتي سقط، مانشستر يونايتد سقط، تشيلسي سقط، ليفربول سقط، ويبدو أنه المعاناة قد تكون مستمرة. رأيك في البداية، وإيه أكتر مفاجأة لفتت نظرك لغاية دلوقتي؟ أعتقد أن السبب الرئيسي لما حدث لهذه الأندية هو يعتمد على الموسم الانتقالات الذي مضى. أعتقد أن هذه الفرق التي ذكرت حدث عليها تغييرات عدة. أعتقد أن هذه الانتقالات أثرت على قوام الفريق الأساسي. أعتقد أن أرسنال كان مفاجأة الموسم بالنسبة لي. بدأ بداية رائعة، هو أجرى تغييرات بسيطة، لم تؤثر هذه التغييرات على قوام الفريق. وبالنسبة لكريستال بالاس أيضا أجرى العديد من الصفقات الرائعة التي رأيناها تتألق مع الفريق. أنا هاجي طبعا لكريستال بالاس ومباراته الأخيرة أمام مانشستر سيتي، بس بما أنك ذكرت الأرسنال، هل تتوقع أن نسخة الأرسنال في الموسم الحالي تحت قيادة أرتيتا قادرة ترجع شخصية أرسنال البطل وتنافس لغاية آخر لحظة على لقب بريمير ليج؟ نعم، أعتقد أن هذا الموسم هو فرصة لفريق الأرسنال أن يظهر وجها مغايرا، وأن يكون هناك نتائج مختلفة عما كان في المواسم الماضية. أعتقد أن الأرسنال يقدم نتائج جيدة. من قبل رأينا الأرسنال في المواسم الماضية يؤدي ويظهر لنا مستوى مغاير عما كان في المواسم الماضية قبل ذلك. أعتقد أن الأرسنال الآن لديه فريق متكامل ولديه فريق رائع، وأعتقد أيضا أن توتنهام هاتسبر لديه فرصة أيضا للمنافسة. ستحتاج هذه المنافسة بالطبع من الآن حتى 20 مواجهة قادمة. سنرى من الفرق التي تألقت في البداية والتي ستستمر.
بمناسبة كريستال بالاس، ازاي شفت مواجهته الأخيرة أمام السيتي؟ ورغم تقدمه طبعا بهدفين أثروا بشكل كبير جدا على معنويات جماهير السيتي، لكن السيتي قدر يعمل ريمونتادا، ومع تألق طبعا هالاند اللي سجل هاتريك وقدر يعمل ريمونتادا وينهي المباراة لصالحه بنتيجة 4-2. حسنا، انا توقعت نتيجه مغايره. كان الامر رائعا، انا قلقت قليلا حينما كانت النتيجه 2-0، ولكنك تلعب امام مانشستر سيتي، يعني تلعب فريق هجومي من المستوى الاول، فريق كبير، فريق اذا كنت فائزا امامه لمده 5 دقائق فهذه مده طويله كي يستعيد مستواه ويفوز بالمباراه خلال 5 دقائق. فكريستال بالاس قد ادى نتائج جيده امام مانشستر سيتي في الاعوام الماضيه، الجمهور توقع نتيجه جيده لكريستال بالاس، ولكن هذا لم يحدث. يهمني، وبالتاكيد طبعا يعني انا عارف انه الدوري الانجليزي بيضم نخبه هي الافضل على مستوى العالم، نجوم من كل مكان في العالم بيلعبوا في مختلف الفرق، لكن الحقيقه انا حابب اركز معاك شويه على صراع الهدافين السنه دي، لانه مع انضمام ايرلينج هالاند، مع وجود محمد صلاح، مع وجود هاري كين، مع وجود كريستيانو رونالدو، ومع وجود كتير من الاسماء، الحقيقه ازاي بتشوف الصراع على لقب الهداف في الموسم الحالي؟ أعتقد أن الأمر صعبا أن يحسم لشخص ما، لكن إيرلينغ هالاند في مانشستر سيتي لديه فرصة كبيرة. أعتقد أنه إذا أخذ الفرصة واستمر في المشاركة سيكون هو الهداف الأبرز. وأعتقد أن طريقة مانشستر سيتي تخدم كثيرا إيرلينغ هالاند، سيحرز الكثير من الأهداف هذا الموسم، أعتقد ذلك. أعتقد أن هذا هو ما سيجعل مانشستر سيتي الأبرز هذا الموسم، أعتقد أن إيرلينغ هالاند هو المرشح. وإزاي بتشوف فرص النجم المصري محمد صلاح في أنه يحقق لقب الهداف للموسم الخامس على التوالي؟ إنه أقل ما يقال عنه أنه لاعب رائع للموسم السادس على التوالي، وينافس ويحافظ على مكانته. محمد صلاح هو شخص مثابر، هو شخص أثبت مكانته على ملعب المباراة. أعتقد أنه لاعب رائع، وأعتقد أنه سيترك نفس الانطباع عما الذي تركه من قبل. هو لاعب رائع بالطبع، لديه فرصة كبيرة ليختم هذا الموسم بشكل كبير، ولديه فرصة للتفكير، هو إيجابي دوما على المرمى. نيابة عن جماهير مانشستر يونايتد، هل بتعتقد انه بعد تجارب كتير جدا واللجوء لاكثر من مدرسه او فكر او فلسفه كرويه، هل تعتقد انه تين هاج قادر انه يرجع مع مانشستر يونايتد لمنصات التتويج مره ثانيه، ولا ما زلنا في اطار التجارب المستمره؟ مانشستر يونايتد هو الان واضح جدا انه النادي الذي يسعى كثيرا، قام باستخدام العديد من اللاعبين، قام باستخدام كما ذكرت العديد من المدربين، لديه الان كتيبه كبيره ورائعه من اللاعبين. المشكله الان بشكل واضح هي في البناء ككل، بناء النادي، وليست مشكله فنيه على ما ارى. الأمر النادي يعاني من الكثير من التدخلات. أعتقد أنهم من الحكمة أن يدرسوا الموقف وأن يراجعوا أوراقهم من جديد. أنا أتكلم عن مستوى الإدارة، أنا لست متأكدا أن تغيير المديرين الفنيين هو أمرا إيجابيا. أعتقد أنها ستكون خطوة جيدة إذا نظر إدارة مانشستر يونايتد إذا نظرت للأمر من جديد. يمكن الأخبار اللي عندنا بتقول إنه بنسبة 99% تم الاتفاق بين أياكس أمستردام ومانشستر يونايتد على انتقال الدولي البرازيلي أنتوني. مع استقدام أنتوني، هل بتشوف إنه فرص كريستيانو رونالدو في الاستمرار مع مانشستر يونايتد
تضاءلت وانه الافضل لينه ينتقل لنادي اخر، ولا انت مع استمرار سي ار 7 في الاولد ترافورد؟ إذا كان لدي القدرة على توقيع اللاعبين بحرية سأفضل أن يبقى كريستيانو رونالدو في مانشستر وأن يبقى في الصفوف الأمامية للنادي. هو لاعب رائع، هو هداف، أعتقد أنه الآن لا يجد الطريقة التي يرتاح بها ويلعب. أعتقد أن يوجد مشكلة كبيرة في استخدام رونالدو في الفريق. أعتقد أن مع قدوم أنتوني سيكون الأمر صعبا، ولكن لننظر، النادي يجب عليه أن يستمر قدما، وكذلك بالنسبة لرونالدو. كاسم النجم واتفورد وبرينفورد والمدرب السابق لكريستال بالاس، بشكرك شكرا جزيلا على مشاركتك معنا في السادسة. وعلى كل أحوال مستمتعين الحقيقة بالبداية المثيرة، واحد من أكثر الدوريات إثارة، واحد من أكثر الماتشات الدوريات اللي فيها ماتشات مش ممكن أبدا بصرف النظر عن الفوارق اللي بين الفرق اللي موجودة فيها أنك ما تستمتعش أو تتوقع نتيجة المباراة. والدليل حتى زي ما كنت بتكلم مع كيث ميلن دلوقتي أنه الكبار كلهم سقطوا أو بيعانوا على أقل تقدير في بداية البطولة. لكن خليني قبل ما اختم الفقرة اقول لكم، عشاق الدوري الايطالي روما السنة دي على موعد مع فريق اعتقد هيكون الاروع مقارنة بالسنوات الاخيرة، وخصوصا بعد حسم صفقة اندريا بيلوتي. شفنا طبعا وتابعنا باولو ديبالا وانتقاله لنادي العاصمة نادي اس روما، النهاردة بيتكلموا مع او بيحسموا صفقة واحدة من اهم المواهب الايطالية اندريا بيلوتي، واعتقد ان روما قادم وبقوة. فاصل ونرجع لحضراتكم في السادسة. المرحلة دي الحقيقة يمكن انتوا شايفين لقطات من تمرينة الأهلي، خلينا نطلق عليها مرحلة الفرصة الكاملة، فرصة لكل الأطراف، للجهاز الفني، للعيبة، لإدارة النادي الأهلي وللجمهور كمان. ليه بقول عليها كده؟ لأنه كل الأسماء اللي بتظهر دلوقتي في سكواد الأهلي كانت محتاجة الفرصة عشان اللي جاهز منها أو اللي قادر منها أنه يثبت إمكاناته وقدراته يقول ده في الملعب. محتاجة فرصة للجهاز الفني عشان يكسب ثقة الإدارة وثقة جمهور النادي الأهلي على أنه هو ده البطل المنشود، هو ده الضالة المنشودة اللي بيدور عليها النادي الأهلي عشان رايحين لموسم صعب وقوي على مستوى البطولات وعلى المنافسة. فرصة للجمهور عشان تبقى الأمور بالنسبة له واضحة ويبقى شاف كل اللعيبة اللي كانوا بعيد رجعوا، اللي كانوا من الشباب اتصعدوا، الجهاز الفني شفنا له يعني خد فرصة مبدئيا، أنا قلت إنها تجربة غير مكتملة لكن شفنا فيها بوادر، فتقدر تحكم وتقدر تقيم نتيجة تجربة مش نتيجة آراء أو أهواء شخصية. وبالتالي عشان كده ببص دايما لنص الكوباية المليان وما بركزش على النص الفاضي، خصوصا إنه على مستوى الحسابات مفيش شيء هيختلف أو مفيش حاجة كتيرة ممكن نخسر. هنتكلم كتير على الأهلي اللي جاي مع واحد من نجوم النادي الاهلي كابتن احمد رضوان، بشرفنا النهارده في السادسه. مساء الخير يا كابتن احمد. مساء الخير صح، نور الدنيا حبيبي، ده نورك، شرف ليا ان معاك. طيب لغايه لما نروح لزميلنا محمد توفيق في النادي الاهلي، يعني استعرض معاك مجموعه من اخبارنا النهارده، نطمن جماهير النادي الاهلي جاهز. طب نروح لمحمد توفيق في اهلي الجزيره بعد طبعا ما ابتدت تمرينه النادي الاهلي وشفنا منها لقطات، نعرف منه التفاصيل. مساء الخير يا محمد. مساء الخير زميلي العزيز احمد سمير، تحياتي ليك ولضيفك الكريم كابتن احمد رضوان، بكره النادي الاهلي ونادي القناه ونادي المصري للاتصالات. يعني اخر ايام الموسم
مباراة وحيدة متبقية في مواجهة سيراميكا إن شاء الله هتكون يوم الثلاث اللي جاي. تكلمنا كده على طبعا بعد خسارة من 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 طلاع الجيش بنتيجة 1-0، كلمنا كده على الحالة العامة في الملعب، اللعيبة، التفكير في مباراة سيراميكا إزاي. يعني خليني ابدا بنفس الكلام انت قلته في مقدمتك يا احمد، انت اتكلمت ان دي مرحله الفرصه الكامله. طبعا كان قرار مجلس اداره النادي الاهلي واضح وصريح، هو استكمال الموسم باللاعبين الناشئين والعائدين من الاصابه بعد فتره، زي ما انت قلت لفتره يعني زي ما نقول الفرصه الكامله. عدد كبير جدا من اللاعبين الحمد لله ظهروا وطمنا على مستواهم وخدوا فرصتهم كامله، سواء من اللاعبين اللي كانوا غايبين لفتره طويله الاصابه او كمان الناشئين. يمكن ده كمان بيظهر في زي ما انت قلت في اخر تدريب النهارده وبكره للفريق احمد خلال هذا الموسم. يمكن التدريب بدا فيه تمام السادسه، سبق وطبعا كان محاضره نظريه في غرفه المحاضرات للجهاز الفني بقياده مستر ريكاردو سواريش المدير الفني لفريق النادي الاهلي، ومن بعدها نزل اللاعبين لارض الملعب. طبعا مجموعه اللاعبين اللي لعبت الماتش امبارح بشكل اساسي طوال 90 دقيقه يمكن بس اكتفوا بالتدريبات في الجيم بعد التدريبات الاستشفائيه والتاهيليه البسيطه، وبقيه المجموعه التي لم تشارك او شاركت في جزء صغير من المباراه كانوا موجودين في الملعب وبيتمرنوا بشكل كامل. التدريب زي ما قلت لك بدا في السادسه. ابرز طبعا يعني الوجوه الموجوده في التدريبات هو اكرم توفيق اللي ظهر بشكل اكثر من رائع، واعتقد يعني ليه فرصه كبيره جدا ان احنا نشوفه ولو لبعض الوقت بكره، خاصه عشان جماهير النادي الاهلي تطمن عليه قبل يعني نهايه الموسم. وزي ما انت قلت يعني مقبلين على فتره اعداد ان شاء الله يكون الفريق بكامل النجوم موجود فيها. عايز اطمنك ان عدد كبير جدا من اللاعبين اللي كانوا غايبين للفتره الماضيه للاصابه الحمد لله موجودين، عدد كبير جدا منهم خلاص وصل للمرحله النهائيه في برنامج الاستشفاء والتاهيلي، محمد شريف، طاهر محمد طاهر، عمرو السوليه، كمان يعني النهارده موجود احمد ياسر ريان موجود في تدريبات الفريق الجماعيه مع الفريق، خاصه يعني في ظل تقييم الجهاز الفني او مجلس الاداره ولجنه التخطيط لهم مستواه سواء بالبقاء مع الفريق او الحصول على فرصه في مكان تاني. عدد كبير جدا من اللاعبين اطمنا عليهم، علي معلول كمان الدكتور احمد ابو عبله بيتابع معاه بشكل دقيق، الحمد لله انهى برنامج الاستشفاء وان شاء الله يكون موجود بشكل كامل مع الفريق مع بدايه فتره الاعداد. زي ما انت قلت يا احمد خلاص فاضل تدريبتين في الموسم سواء النهارده وتدريبه الغد، ومن بعدها ان شاء الله هيكون اخر قائمه للفريق هذا الموسم، هيعلن الجهاز الفني بعد مران الغد باذن الله سيلعب من القدس يعني سيراميكا كليوباترا في اخر مباراه الموسم ان شاء الله. زي ما نقول موسم يعني للتعلم للخبره، وان شاء الله بدايه من الموسم القادم يرجع النادي الاهلي ويفرح كل جماهيره وان شاء الله يكون العلامه الكامله في كل البطولات باذن الله. بشكرك شكرا جزيلا زميل عزيز محمد توفيق من داخل نادي الاهلي الجزيره. دي اخبار تمرينه النهارده، ويتبقى في الموسم 90 دقيقه هي اخر مرحله في الفرصة المتبقية أمام الجميع، إزاي بنوصلها وإزاي هنشوفها هنتكلم في تفاصيلها. ويمكن زي ما قال زميل عزيز محمد توفيق إنه علي معلول الحقيقة يمكن كان في تواصل مع دكتور أحمد أبو عبلة وأكد على تمام شفائه من الآلام اللي كان بيعاني منها في العضلة الخلفية. خليني آخد كابتن أحمد رضوان اللي برحب بيه مرة تانية وأقول أهلا وسهلا في بيتك. هبتدي بأخبار المنتخب سريعا، سواء فيما يتعلق باختيارات مستر روي فيتوريا أو فيما يتعلق بجدول المنتخب في شهر 9. أنت عارف إنه ماتشاتنا اتأجلت، ماتشين بتوع ملاوي، فتم الاتفاق انه يكون في ماتشين مع النيجر وليبيريا، وفي كمان المسؤولين في اتحاد الكره اتفقوا على مباراه في الكويت هتتلعب هتجمع بين منتخب مصر ومنتخب بلجيكا. شايف انه توقيت الظروف تخدم مستر روي فيتوريا ومنتخب مصر في التوقيت ده انك تخوض ثلاث مواجهات حتى على لو على مستوى مباريات وديه، ولا كنت مع فكره انه الراحه السلبيه للاعبي الدوري المصري بشكل كامل مش بس الاهلي تبقى اطول من كده؟ والله هتبقى الاول طبعا بمسي عليك وبمسي طبعا على مشاهدينا، هي هتبقى مباريات تعريفيه يعني، بس احنا عايزين واحده واحده كده عشان ما نقعش تاني في نفس المشكله بتاعه كابتن ايهاب واللي قبليه واللي قبليه. الراجل عايز يعرف الفرقه، عايز يعرف اللعيبه المصريه. كان المفروض يبقى في مجموعه كبيره تاخد الراحه بتاعتها. اظن في الاهلي يمكن الاداره عملت دوت، يمكن هيبقى في مشكله في اللعيبه بتاعه الزمالك وبتوع بيراميدز، لكن اظن ان الراجل هيبقى عنده تفهم لان هيبقى التمرين ما فيش نواحي بدنيه، كل القصه ان هو عايز يوصل المعلومات اللي عنده 20-30% من اللي عنده عشان لما يجي يبدا ما يبداش من الصفر. فدي هتبقى مباريات شويه تعريفيه ان الراجل عايز يستكشف اللعيبه يشوف. كل ما تبدا بدري يا استاذ احمد كل ما الموضوع يبقى افضل، كل ما تتاخر وتستنى الموضوع هيبقى فيه مشكله. فدي انا شايفها ميزه مش عيب. بيتفرج على الماتشات وبيتفرج على الدوري هو ومنتشر بصراحه في كل الماتشات، لكن فكره ان انت توصل معلومه وتعرف اللعيب ده
هيقدر يعمل لك المعلومه دي او هيشتغل على المعلومه دي بعد قد ايه، دي هتفرق معاه كتير جدا. على العكس تماما ريكاردو سواريش لما ابتدى بدري ناس كتير جدا بتقول انه ما كانتش خطوه موفقه، على الاقل بالنسبه ليه هو عشان فرصته تبقى كامله. بص انا الفتره بتاعت سواريش برده مش عايزين لما هنيجي نقيمها مش هنقيم الراجل، هنقيم الفتره، لان الفتره كان فيها مشاكل كتيره جدا ما توديش الراجل في الحته اللي هو عايزها. مظبوط. اتفق معاك في ده جدا بصراحه يعني. فراجل شجاع على فكره. يحسب ليه. طبعا ما يحسبش عليه. لو معلش لو موسيماني اتحط في الموقف ده كان هيرفض رافض. بس هو اتحط في الموقف ده ونجح. بس مش اللعيبه دي كلها. يعني مش الكم بتاع اللعيبه دي. الظروف مختلفه. لكن هو دخل في نص المواجهه ودخل في توقيت اصعب. يعني معاك. ريكاردو سواريش جه وانت خلصت افريقيا وانت دوري في امطاره الاخيره، بس لكن موسيماني جه على قبل نهائي دوري ابطال بس ونهائي دوري مريح من اللعيبه الكبار. اللعيبه الكبار كانت موجوده. هو دخل دخله ذكيه ودخل ودخل اول يوم لغرف اللبس وقلنا هايل في الموضوع ده، قرب من الناس بدري. لكن فكره برضو يعني مش عارف يعني مش عايزين برضو ان نظلم الراجل سواريش. هو حاول فكره ان انت تلعب وبعد يومين تلعب ماتش تاني. خلي بالك ابو حميد الشغلانه بتاعتنا دي، انا دلوقتي هشتغل ماتش يوم السبت وماتش يوم الثلاث، فانا هريح يوم خصوصا الولاد اللي لعبوا هيريحوا تاني يوم او هيجوا يعملوا ايه؟ هيعملوا ريفريش، فانا مش هشوفهم خالص. هاجي على يوم الاثنين هعمل ايه؟ تمرين. عندي تاني يوم ماتش، فمش هقدر اطلع بالمخزون البدني. فهي القصه كلها ايه؟ قصه اخطاء بتحصل في الماتش، فانا بعدل الاخطاء دي. لكن هل انا هوصل المعلومه بتاعتي؟ مفيش وقت. فالراجل بصراحه اشتغل في المساحه اللي اشتغل فيها ريكاردو سواريش. طبعا لاي مدرب في الدنيا يعني نشيل اسم ريكاردو سواريش، سواريش من المعادلة. أي مدرب تولى المسؤولية في الظروف يقدر يطلع كام في المية أو تستنى منه أنت شخصياً كام في المية كبصمة أو كفكر في الملعب؟ هقول لك الراجل فكرة برضو أنه هو شغال في أندية صغيرة برضو فرقت معاه. الراجل ده لو جاي من أندية كبيرة وبتنافس على بطولات كان الموضوع هيبقى مختلف معاه أظن كده. الموضوع كان هيروح في حته احسن من كده شويه. فكره ان هو ما بيلعبش على بطوله والفكره بتاعت الثلاثه بونت كل ماتش مش هاجس بالنسبه له زي عندنا والجمهور الموضوع ده برده شويه انا حسيته كشخصيه حتى جوزيه كده يعني. مانويل جوزيه حد يختلف انه واحد من اهم المدربين اللي جم في الاهلي. موسيماني جه كده يعني حجم البطولات اللي حققها موسيماني في تاريخه كله مقارنه بالموسمين اللي قعدوا في النادي الاهلي مدرب كويس كل حاجه، وجوزيه طبعا مدرب كويس، بس اقصد اقول مع الاهلي المعادله مختلفه طبعا. صح ولا بيكبر إيه؟ اي حد. النادي هنا بيكبر ناس كتيره جدا وكبر ناس كتيره جدا. ولما طلعوا بره فايلر مع كامل الاحترام والتقدير اللي الناس كلها النهارده بتقول فايلر 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 فايلر، لما جابوا النادي الاهلي النادي الاهلي اتهاجم عليه واتقال مين ده وعامل ايه وازاي تجيبه مدير فني، وبعد ما الراجل مشي الناس قالت لك فايلر من افضل المديرين الفنيين. لا اخد دوري في بلجيكا ازاي لا اقصد اقول يعني ما يعني ما هواش السي في بتاعه مش قوي مش بالقوه. وبلجيكا يعني بالنسبه لنا مش دوله في الكوره يعني. الدوري البلجيكي بس تعالى بقى تعالى بص على التفاصيل جوه المباريات مع فايلر. لا 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 لا, لا الموضوع مختلف. الراجل كان مودي الفرقه في حته ثانيه جماعيه وفرديه. في ناس بص على ناس كتيره جدا اتطورت معاه ازاي، وبص على الفرقه تيم اتطور معاه ازاي. احنا لو تراجع على الماتشات بتاعه فايلر، شوف اول ما الكوره بنفقدها شوف احسب ثواني ثواني هتلاقي الكوره بعد خمس ست ثواني بترجع تاني. ده احنا ما شفناهوش بعد فايلر خالص يعني، ولا مع موسيماني ولا مع اي حاجه. فمش عايزين نظلم سواريش بصراحه. الراجل عنده شجاعه ان هو وافق على فكره ان كل اللعيبه الكبار 19 لعيب يقعدوا في البيت كده مره واحده، وانا اجي اشتغل مع اولاد صغيرين مره واحده. الموضوع برضو مش انا كان وجهه نظري في ناس لازم تريح، كانت لازم ده يعني. كان في ناس مستنزفه كان لازم يريحه، بس مش الكم ده كله. ليه؟ عشان كمان لما اطلع لعيب صغير يلاقي جنبه سند، يلاقي جنبه حد. طيب خدتني للسؤال اللي جاي. تمام اتفضل. الفرصه اللي خدها الولاد دول تتحسب ليهم ولا تتحسب عليهم؟ يعني هل هم خدوا، احنا طبعا بنقول انت خدت فرصه، سواء اللعيبه اللي جايه من بعيد كانت ما بتشاركش كتير او كان في يعني وجهه نظر فنيه في ان هم ما ياخدوش فرصه او كان في اصابات، او الشباب اللي قال لك لا هنكمل بالشباب طلع الشباب كمل بيهم الموسم، خدوا فرصه كامله ولا شايف ان الفرصه دي كان ينقصها حاجات تانية عشان التقييم
يبقى مظبوط وعادل. الفرصه ما اتخذتش كامله بنفس الشكل اللي ينجح اي حد او ينجح اي لعيب كويس. تمام. يعني اللعيبه دي لعيبه كويسه وبدل طلعت في الحته دي اكيد لعيبه كويسه، بس عشان تظهر بالصوره الافضل بتاعت نادي الاهلي وشخصيه نادي الاهلي كان لازم احنا عندنا حارس مرمى وعندنا خط دفاع وعندنا خط وسط وعندنا خط هجوم. على الاقل في الملعب في ال11 المفروض يبقى في اربع اعمده رئيسيه من اللعيبه الكبيره. انا لعيب صغير لسه طالع، ببص على يمين الاقي لعيب كبير بيكلمني، حتى لو ما كلمنيش حتى بالنظره يديني الثقه، يديني شخصيه نادي الاهلي، يديني المكسب. لكن فكره ان انا ابص يمين وشمال كلهم صحابي وكلهم الاولاد الصغيرين اللي انا بتمرن معاهم في الناشئين، ومره واحده لقيت نفسي كلنا مع بعض بنلعب دوري ممتاز، وكل ثلاث ايام خلي بالك برضو الولاد دول اتظلموا في فكره في الشغل البدني. دول اكيد في منهم ناس لما خلصوا الدوري السنه اللي فاتت او من ثلاث شهور هم مخلصين الدوري، اكيد حد اكيد في ناس قعدوا في البيت او اكيد ناس ريحوا، وفي ناس جات لنا او جات للنادي الاهلي من شهر مثلا لما او من شهر ونص لما خدوا القرار جابوا اللعبه دي من البيت. ففكره ان انت تجيب اللعبه دي من البيت وتديهم كل ثلاث ايام ماتش، ده برضو هم ما شافوش كده في اي دوري من تحت، فده مخزون استحاله يوصلوا له. اللعيبه الكبيره حتى كانت بتتعب، فتخيل بقى اللعيب الصغير. فانا كان رايي ان لا، كان لازم من اللعيبه الكبيره اللي ما خدتش مع موسيماني كانت تفضل موجوده. يعني انا كنت متوسم خير في الماتشات اللي فاتت دي ان متولي موجود. وكان ظاهر بصوره محترمه، بعد كده شفناه مش موجود. صلاح محسن موجود وبعدين مش موجود. حسام، يعني كل الناس اللي كانت بتاخد مع موسيماني اوقات قليله كانت المفروض تبقى موجود موجوده في الوقت ده مع الاولاد الصغيرين. لكن ظهر شوبير بشكل محترم، ظهر زياد بشكل محترم، واظن هم دول الاثنين اللي ظهروا تحس ان لا دول من شخصيه نادي الاهلي. يقدروا يكملوا في نادي الاهلي. ده مش شباب. محمد محمود ما لفتش نظرك طبعا. وعندي يعني سؤال غريب جدا برضه لسواريز، ازاي الراجل ده يلعب الثمان دقايق الاخيره او يلعب السبع دقايق؟ لا ما عنديش مشكله في مين يبدا وما يبداش. دي بتاعته. لكن فكره ان انت راجل بينزل سبع ثمان دقايق وكل مره بيحسن لك الاداء وبيوصلك للجون وبيعمل فرص، وبعد كده نفس القصه الماتش اللي بعده برضه ينزل في الدقيقه 82 او 83، برضه انا دي مش فاهمها. اللي بينجحنا ده او اللي بيكسبنا او اللي بيغير لنا شكل، طب ايه المشكله اما اديله من الدقيقه 60 اديله من الشوط الثاني وبعد كده ابدا واحده واحده يظهر معايا. طيب شكل الميركاتو وحجم الميركاتو سؤالين بيشغلوا بال جمهور نادي الاهلي النهارده، خليني اسمع رايك فيهم. بس هتسمح لنا نروح لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع كابتن احمد رضوان. شكل الاهلي المطلوب والمأمول في الموسم الجديد، وخصوصا زي ما اتفقنا وزي ما بعيد وبكرر ولن امل ولن اكل ان الموسم اللي جاي صعب جدا جدا ومهم جدا جدا على كل المستويات، صعب على مستوى المنافسه لانه مع تراكم اسباب كثيره جدا في ثلاث سنين او في ثلاث مواسم متلاحقه الفوارق ضاقت، الفوارق قلت، الاهلي طول عمره فارق مش على مستوى مصر بس على مستوى افريقيا. ولو الاهلي في مستواه، خلينا نتفق قبل الميركاتو يعني قبل ما نتكلم على صفقات جديده، لو الاهلي في مستواه وما بيعانيش من كل الحاجات اللي تراكمت بسبب الثلاث مواسم المتلاحمه دي، الاهلي ما زال برضه الى حد كبير في حته ثانيه. الاهم هو ازاي انك انت تستعيد او توسع الجاب دي، توسع الفجوه اللي موجوده بينك وبين كل فرق افريقيا. انت كسبت الوداد في ارضه وكسبت الترجي في ارضه وكسبت الرجاء في السوبر وكسبت نهضة بركان في السوبر وكسبت الهلال في السعوديه في السعودي في الامارات وكسبت الدحيل القطري وكسبت بالميراس البرازيلي وكسبت مونتيري المكسيكي. كل دي فرق كبيره يا جماعه، كل دي فرق كبيره. فبالتالي انت محتاج اولا انه القوام الاساسي اللي عندك يستعيد جزء كبير جدا من حالته، وتدعم ده بالصفقات الثانيه وعن شكل الميركاتو وعن حجم الصفقات، لانه في جزء كبير يا كابتن احمد من جماهير النادي الاهلي بتتكلم في انه الاهلي عايز فريق جديد، يعني الاهلي عايز فريق جديد. فبالتالي هل انت مع فكره انه عدد كبير من الصفقات تدعم كل المراكز، ولا انت مع مقل ودل اقدر اعمل ثلاث اربع صفقات بس صفقات سوبر تعمل الفارق وتكمل سكواد عندي اللي انا بشوفه لغايه دلوقتي لو استعاد حالته الطبيعيه وابتدى موسم جديد في ظروف طبيعيه ياخد الاهلي ويروح في حته ثانيه خالص؟ لا، هي طبعا اللي يجي ده يجي، هي الموضوع مش كميه، الموضوع كيف. انت هتيجي محتاج الحته بتاعت الحراسه
لما شفنا علي وشفنا شوبير لا بعد الشناوي موجودين بشكل محترم جدا. انت مش عايز حد في الحته دي. خط الظهر عندك انت محتاج حد، محتاج سرد باك ويبقى بمواصفات بدر بنوم. لعيب كوره في خط الظهر ده. شايف انه الاهلي يضحي بواحده من خمس صفقات محترفين اجانب، ولا شايف في كواليتي ده؟ يعني كواليتي دي موجوده في مصر؟ موجوده في مصر، موجوده في مصر. موجوده بس طبعا برضه هتلاقي نفسك بتروح لرقم كبير تجيبه عشان تجيب كواليتي محترم. هتلاقي الرقم اللي بيدفع فيه كبير. بص يا كابتن احمد، انا بمنتهى الصراحه انا من مدرسه انه افضل وسيله للدفاع هي الهجوم. انا عايز الاهلي يلعب 90 دقيقه ضاغط، وبالتالي محتاج مدافعين طبعا كويسين جدا، وعندنا قماشه كويسه في الاهلي. مش يعني معاك، بس انت عشان تهاجم بتعمل ايه من تحت؟ بالظبط. بتعمل بدايه هجمه دي لو انت معكش حد من تحت يقدر يطلع لك الكوره سليمه يبقى عندك مشاكل. فانت محتاج الكواليتي ده. ده يعني مش موجود في الاهلي. موجود يعني موجود. اكتر حد فيهم يقدر يعمل الحته دي دلوقتي متولي لعيب كوره كبير معاه منعم. طبعا ياسر لعيب هايل ولعيب قوي، ولكن ياسر ينقصه دي. لازم يشتغل على نفسه في الحته اللي هو وانا معايا كوره ابني يبقى الدنيا سهله بالنسبه لي، بطلع بكوره سهله. تمام. فخط الظهر انا مش شايف فيه مشكله غير في الحته بتاعت السرد باك وحته الباك رايت. مين اللي عجبك في مصر؟ بص يعني كنت بامل يعني ان بتاع بيراميدز اللي هو اسامه جلال. اسامه من اللعيبه كويسه جدا ولعيب صغير، وكان هو ومنعم كان هيعمل لك ثنائيه محترمه جدا. في حته الباك رايت انت محتاج حد. علي معلول حاجه محترمه جدا ومعاه اولاد صغيرين وراه. انا شايف ان المكان دوت مش محتاجين حد فيه. لا مش محتاج. ست حمدي مين بس الصغيرين يعني؟ محمد اشرف وشكري وامبارح لعب رأفت. من اللعيبه كويسه 2003 ده. أيوه. منتخب مصر هايل، لعيب كويس. أيوه. عشان نقدر ندي للولاد دول وقت فرصه ما ينفعش نجيب عليه. تمام. فبعد علي في خزينه تحت كويسه جدا في الحته دي. لكن في حته الباك رايت لسه لغايه دلوقتي ما فيش حد قادر المكان ده لو انا موجود مع رقم واحد. حته سته اكرم يعني خلينا نتفق انه اكرم مفنش في الحته دي. طبعا لو اكرم سليم الحته دي هتبقى تمام. ومعاه كريم ومعاه محمد هاني. عايز في ماتش الاربع يعني لو في فرصه تشوف اكرم توفيق في ماتش الاربع تديله ولا تقول احافظ عليه؟ لو جاهز 100%. لو جاهز 100%. لكن فكره ان هو يبقى يعني لا. نلحق السنه قبل لا الموضوع مش مستحمل يعني. مظبوط. يعني لا قدر الله يحصل له حاجه ثانيه لا. تمام. لكن لو هو 100% لا يا ريت اشوفه. هنتبسط. وكمان اكرم عندك ميزه ان هو بيلعب ست. تمام. فيقدر يحل لك الحتتين دول مع حمدي فتحي فالدنيا تمام. هو ولد جوكر بصراحه. هايل ما شاء الله. حاجه محترمه. وعمار برضو جوكر. بس عمار يلعب 8 شويه. ويلعب في الاطراف غير اكرم. اكرم بيلعب من تحت شويه. يلعب باك يلعب قدرات ستة. قدرات اكرم الدفاعيه اقوى. اقوى وقدرات عمار الهجوميه من فوق شويه اعلى من اعلى طبعا. عندك الاثنين دول لو راجعين وفت وفايقين طبعًا. مش يعتبروا طبعًا يعني اضافتين مهمين جدا لسكواد الاهلي. طبعا طبعا. ولكن المشكله الكبرى عندك انت في الثلاثه 10 او 10 بيلعب 8. ايوه. عشان احنا السوليه لما وقع ما لقيناش حد في الحته دي. ديانج ما بيلعبش 6 بيلعب 8 بس عنده مشكله كبيره جدا في الاستلام تحت ضغط. عنده مشكله كبيره جدا في الموضوع ده. فاحنا عايزين كواليتي عالي في الحته دي. بس انا بيتهيألي ديانج يعني هو في الحقيقه يعني في اخر مرحله لما رجع تاني قبل ما الاداره تقرر انه ياخد راحه سلبيه كان ابتدى يجي بتاع ديانج بتاع زمان. لكن فتره ما بعد الاصابه والكلام الكتير كان عن فكره العروض والى اخره بتهيألي اثر على ديانج لعيب في حته التركيز شويه. لعيب هايل ولعيب كبير جدا ولعيب يعني بيلعب في اوروبا. افضل لعيب بوكس تو بوكس في مصر بصراحه. لعيب بيلعب 8 هايل. ولو لو انت بتلعب باثنين سته يبقى واحد منهم هايل. ايوه. ولكن في الطبيعي دول مش الات. دول بني ادمين. أيوه. فبيحصل وقعه فلازم اللي بعديه يبقى موجود. وده اللي احنا كنا يعني كتير جدا بنتكلم فيه ان ايام موسيماني ال 12 13 لعيب اللي كان بيلعب بيهم لازم يبقوا 14، لازم يبقوا 16، لازم يبقوا 18، يزود لازم يبقوا 22 العدد على قد ما نقدر. في الاهلي يا كابتن احمد انا بتهيألي ال 30 عندنا 30 لعيب. ال 30 يلعبوا ولا ايه؟ يلعبوا ولا ايه؟ ما هي دي الفكره بقى ان انا
وال30 كمان ممكن اطلع معاهم يعني زياد ده لو دخل من بدايه الموسم ربع ساعه في كل ماتش، محمد اشرف لو دخل الموضوع كان هيبقى مختلف جدا. صح؟ ما هو ده اللي احنا بنقوله. ان انت اللعيبه ال 12 13 دول استنزفوا منك ومن المنتخب ومن كل حاجه ومن كاس وكاس عالم للكارات وافريقيا وكاس مصر يعني كله فطبعا ده ما كانش ينفع. وانا اتكلمت مع حضرتك هنا قبل كده ان كاس مصر ده لازم للعيبه الرقم 2 ده لازم يلعب. الجون ده هتشوفه امتى؟ في اوروبا كلنا ما بنشوفش يعني الفيرست يعني مش الفيرست تيم الجون رقم 2 ده مشهور غير في الكاس. أيوة. بس الكاس ده بتاعه خلاص بيكمل فيه. فده اللي المفروض يحصل هنا. أيوة. النادي الاهلي عشان ال 30 لعيب يلعبوا، عشان لما يحصل لك دروب كلاعب في رقم 6 او رقم 8 تلاقي اللي وراه. وعندك بقى المشكلتين الاثنين الوينج. لا دول بس تكلمني فيهم الاول. دول تفضل فيهم الكواليتي اللي جايه من بره الاجنبي. 8 ما عندناش 8. ما عندناش حد يعني يمكن الجلاص في المصري ده اكتر لعيب بيعجبني في الحته دي. ده كان اكتر حد انا شايفه يقدر يجي الاهلي يساعد الاهلي. أيوه. لكن ما عندناش النوعيه الثانيه اللي لا الرقم 8 زي رمضان مثلا في هايل طبعا مثلاً. حاجه محترمه جدا. فمحتاجين حد في الحته دي مع دوسي في وفاق الصيف في لعيبه بارقام هاديه جدا. أيوة. في الحته دي. حته المغرب العربي دي كلها. أيوة. الجزائر ومغرب وتونس فنقدر نجيب لان اللعيبه دي لعيبه حريفه. شمال افريقيا تفوقت على وسط وغرب القاره بالنسبه لنا في مصر هنا كموهبه. والحاجه الثانيه نادي الاهلي برضو الاداره لازم تتوجه في حته ثانيه برضو انا وده شايفه من زمان. عندك في غرب افريقيا وشرق افريقيا ده عندك كنوز وده بيحصل من تشيلسي مثلا من يمكن 15 سنه. لازم يبقى عندنا راجل هناك عين موجوده هناك وعين في المكان الثاني من بدري. يبقى عندك لعيب من 16 سنه 17 سنه افريقي جاي عشان يقدر بعد كده يجيب لك موارد ماديه كبيره جدا. أنا يقدر كنت بتكلم في بدايه الحلقه على الاسلوب المحترف في اداره منظومه الكشافين. يعني في فرق النهارده في انديه في اوروبا بيبقى عندها اداره كشافين قاعدين متقسمه الدنيا زون يعني كل واحد واخد منطقه من العالم دوريات معينه من العالم وفي كل مركز في كل مركز متحدد اسم واحد اثنين ثلاثه بالظبط. فالنهارده عندي لعيب انا اساسي وعظيم جدا ومالي مركزه جدا وجاي لي فيه صفقه عظيمه جدا بيع عندي اوبشن 1 و2 و3 اقدر اخلص فيهم. والحاجه بقى بتشوف يعني القدرات الماليه بتاعه النادي بحيث انك وتحدد العناصر المواصفات الفنيه للعيبه اللي انت محتاجها في المراكز بتاعتك حسب مدرستك انت. تعرف انه برشلونه بتلعب كوره غير بايرن ميونخ غير فانت شايف العناصر اللي تناسب مدرستك وطريقه لعبك ومحدد اولوياتك وشايف العناصر. يعني ايه شايف العناصر بقى؟ يعني اللعيب ده مش جاي لي فيديو ولا انا رحت شفته ماتش. أيوة. لا ده انا شفته دوري بتاعه كله بروح. أيوة. اشوف 10 ماتشات في الموسم فانا خلاص بشوف ماتشاته وبشوف تدريبه وبشوف شخصيته وبشوف يعني كل حاجه. أيوة. الموضوع بيبقى مكتمل. والفكره الثانيه برضو الاداره برضو لو يفكروا في حاجه زي كده تبقى حاجه محترمه جدا. في قطاع ناشئين تحت عندنا وفي رئيس قطاع في تقرير بيحصل ان ده افضل مدرب عندي في القطاع. ايه المشكله لما يروح يعمل معايشه في اسبانيا والسنه اللي بعدها فلان يروح في مان سيتي وايه المشكله؟ هنصرف لنا كام يعني 400 500 الف جنيه هتفرق جدا جدا. المدرب اللي راح قعد اسبوع ده معايشه جه ماسك الفرقه الرديف او اللي تحت الدرجه الاولى عمل شكل محترم جدا جاب المعلومه من اوروبا وشغلها مع الاولاد. الموضوع هيختلف. أيوة. هيختلف جدا جدا جدا. صحيح. طيب يبقى نص ملعب انت شايف انه انت في حاجه لحد اجنبي خصوصا رقم 8 خصوصا رقم 8 ده يلعب 10 زيه زي قفشه. تمام. لان قفشه اللي بعديه ناصر ماهر مشي وما فيش حد بعديه. لما تيجي تقول تلعب بدفندرين و10 مين ورا قفشه؟ ما فيش. وكمان كنت بتستنزف قفشه ان هو يروح يلعب في الاطراف. او قفشه اصلا راجل ما عندوش سرعات عشان يلعب في الاطراف. راجل عقل راجل مخ عنده رؤيه. لازم يلعب 10 او يلعب 8 مع حد تاني 8 قوي بدنيا يقدر يشتغل لو هو بيشتغل طولي التاني يشتغل عرضي فيكملوا بعض.
والمشكلة الكبرى بقى اللي هي حتى في وجود كل الناس ما عندناش شكل السرعات اللي موجودة، ما عندناش كواليتي بتاع زيزو مثلا في الحتة اللي فوق دي يمين أو شمال، ما كانش عندك ولا زيزو ولا بن شرقي. أنت محتاج الشكل ده، محتاج الراجل 8 أو 10 ده، ومحتاج. أنا مختلف معاك في الحتة دي. قول لي في إيه؟ تسمح لي أختلف؟ أه لا طبعا. أنا شايف إنه يعني مع كامل الاحترام طبعا زيزو واحد من مواهب الكرة المصرية والمركز ومتألق، وأعتقد إن هو جرار من يعني من جرارين شادين نادي الزمالك، وبن شرقي محترف ما يختلفش عليه اثنين، بس أنا شايف إنه الأهلي محتاج كواليتي أعلى من دول. يعني إذا كنت بدور على الطرفين دول، وإذا كنت عايز أعلى بمستوى الفريق، خد بالك الحلول دايما هي أغلى وأصعب مراكز اللعيبة اللي بتمثل طبعا. اللعيبة اللي تجيبه من على الدكة يغير لك سيناريو ماتش، أو يحللك معدة مباراة مش عارف تحلها، ده بقى عملة نادرة شوية جدا. اللي عنده حلول أنت رايح لمستوى منافسة أقوى وأعلى بكتير. انا مش شاغل بالي قوي بالدوري والكاس، الاهلي لو في حالته واقف على رجله ما اعتقدش ان في، يعني مع كامل احترام لكل الفرق في الدوري المصري، ما فيش فريق يقدر ينافس ويجاري النادي الاهلي، حتى لو في تحكيم يعني حتى لو التحكيم مستواه مش احسن حاجه في الدنيا ومؤثر على تكافؤ الفرص، حتى لو ده موجود، وحتى لو في ضغط ماتشات ومباريات، برضو الاهلي لو في حالته الحاجات دي مش هتاثر عليه. لكن على مستوى المنافسه بره، على مستوى دوري ابطال او على مستوى سوبر ليج او على مستوى يعني كاس عالم، لا انت محتاج تنقل الفريق نقله ثانيه. حققنا برونزيتين مع موسيماني، بس احنا طموح يعني ممكن يكون جزء كبير جدا من طموحنا اعلى كمان من كده، وشايف انه الاهلي اذا كان قدر يعمل ده على حساب بالميراس والهلال يقدر يعمل اكتر من كده مع فرق احسن منه. النادي الاهلي كبير، النادي الاهلي اكبر نادي في افريقيا، لازم يبقى ده الفكر بتاع ده، فكر الجمهور وفكرنا وفكر الاداره، اكيد عندهم كمان حلول. لكن الكواليتي ده بقى عشان تجيبه لازم زي ما احنا قلنا كده تتفرج على اللعيب ده كذا ماتش، مش الفكره ان انا اروح اتفرج عليه ماتش او شفته شوط وخلاص. عايز اشوف الاستمراريه بتاعته. انا نادي الاهلي استمراريه هقولها لك بلغه بيزنس شويه يا كابتن احمد. انا النهارده لو عندي بادجت، انا النهارده بعيدا عن الاهلي، انا النهارده نادي عايز انافس على بطوله، تمام، وعندي بادجت مثلا 100 مليون او 150 مليون جنيه مثلا يعني، او 150 مليون دولار يا سيدي، يلا بحبحت الدنيا اهي كده. تروح تفكر تجيب بال 150 مليون دول 2 3 لعيبه سوبر كواليتي ما جاتش قبل كده في الدوري المصري؟ يعني فاهمني الاهلي، هل الاهلي محتاج للثلاثة أربعة لعيبه اللي هم سوبر وكفى الله المؤمنين شر القتال، ولا احنا محتاجين فعلا زي ما جزء كبير من الجماهير يقول لك لا احنا محتاجين ندعم كل المراكز طبعاً. محتاجين يبقى عندنا فوق الفريق فريق تاني عشان تقدر تحقق الاهداف اللي انت بتسعى ليها. هجاوب على السؤال ده، لو انا جبت 2 لعيبه بعد 3 سنين دول هيبقوا فين؟ عايزين يمشوا، عايزين يحترفوا، عايزين يروحوا يلعبوا في اوروبا. ايوه انا هحصل لي ايه؟ هرجع تاني؟ لا، لازم نشتغل على النادي الاهلي. انت لو جبت، انت مبدئيا يعني انت لو جبت كل سنتين 2 3 لعيبه سوبر، ما بقولكش تعاقد بس مع ثلاثه لعيبه، بس بقول ايه انه اغلب المخصصات الماليه اللي رايحه للانتقالات تروح في كواليتي لعيبه مش موجوده في الدوري المصري، وحتى بفرض انه اللعيبه دي لو الموسم الجاي عايزه تمشي، طب ما انا هبيعهم واكسب فيهم. هو ايفونا لما جه مثلا عندك جبته بكام وبعته بكام؟ ديانج لما انت جبته عندك جبته بكام وبعته بكام؟ والاهم انك انت لما تبيعه وتكسب فيه يبقى عندك البديل اللي يعوض فني ومالي. يعني انا معاك طبعا في الموضوع ده، بس لازم النوادي الكبيره تشتغل على كل الجوانب اللي احنا قلناها، كل اشتغل على قطاع الناشئين، اشتغل على كل المراكز بتاعه الانديه بتاعه الملعب، بس لازم اشتغل على الحلول اللي فوق زي ما حضرتك بتقول. محتاج كواليتي مختلف، اللعيب اللي عنده حلول بفلوس. انت في مصر هنا تعالى عد على الصوابع كده كام لعيب في مصر عنده حلول في التلت الامامي، هنلاقي هنتكلم في 5 6 لعيبه مش اكتر من كده، لكن كل الباقي شبه بعض، فده بفلوس لو جبته كمان من بره. طب قبل اللي بره هقول لك، عشان انا برضو في اللي بره ده في كلام كتير جدا، وانت اكيد سمعت وشفت، يعني احنا في ال 30 يوم اللي فاتوا سمعنا بتاع 50 اسم مثلا. بس كلمني جوه، مين اللي لفت نظرك جوه الاول؟ في حد شايف انه كواليتي اهلي يعني؟ خد بالك انا شايف بوبو لعيب كويس جدا يلعب في حته نص الملعب دي، لعيب
وبعدين صغير بقى، دي الميزه. تمام. ابراهيم عادل من اللعيبه اللي جايه ولعيبه صغيره وهيساعدك سنين قدام، وانت ما عندكش الشكل ده. تمام. ما عندكش اللعيب اللي عنده الجرأه اللي بيروح واحد على واحد، اللي بيروح يهدف، اللي بيصنع، اللي قوي، اللي يعني عنده مميزات ابراهيم كتير جدا. فيمكن انا شايف ان الاثنين دول اهم من اي حد تاني. ليه؟ عشان صغيرين وهيقدروا، وانت محتاج المكانين دول. بالاضافه يمكن احمد عاطف شويه بنحسه موجود، ناصر منسي في الحته اللي فوق شويه، بس انت يمكن عندك شبهه. يعني محمد شريف شويه شبهه، انت يمكن عايز، عارف الاسترايكر القوي بتاع انبي ايبوكا. ايبوكا ده من النوعيه دي مش عندك. كواليتي يعني. لكن مش ايبوكا نفسه الشكل ده. الستايل ده، القطعيه دي، الستايل ده. لان المفروض في الحته اللي فوق يبقى عندك كل الاشكال. يعني الطرف اليمين ده عندك السريع واللي بيقدر يروح بسرعات وينقلك في افريقيا، وعندك الحريف اللي هيخش لجوه وعنده حلول وعنده رؤيه. لازم يبقى فيه في الحته اللي فوق دي اشكال مختلفه. انت هتلاعب مين؟ هتلاعب فرقه واقفه ولا هتلاعب فرقه بتضغط عليك عالي؟ دي ليها شغل ودي ليها شغل. الراجل اللي عامل لك السد اللي قدام ال 18 ده، ما انت محتاج تلعب على ستريتش وتلعب على الخطوط، ويبقى في ناس لمسه الخطوط هنا ولمسه الخطوط هنا عشان تقدر تاخد المساحه كلها بالعرض. طب مين اللي هيلعب في العمق ويلعب بيني ويلعب للناس دي في قلب الناس دي؟ ناس عايزه انت الكواليتي بقى. ده لعيب لازم يبقى عنده رؤيه وعنده الباص البيني اللي هيتحط، مش هتطلع اوت، لا ده هتروح عنده ربط بينه وبين زميله اللي هتروح هيعمل كروس، اللي هيروح يعمل يحط جون. يعني عايز كواليتي مختلف شويه في الحته دي. فانا شايف ان الاثنين دول عشان صغر سنهم يقدروا يخشوا مع النادي ويقدروا يبقوا اضافه كبيره جدا. ايوه. ايه المشكله اللي كنت شايفها في كره الاهلي؟ بتكسب بتخسر بتفوز ببطوله أيام مين؟ يعني خلينا ناخد يعني يعني خلينا ناخد الموسم ده على بعضه. يعني انا شايف انه الموسم ده كمان ليه، هقول لك ليه، لانه كان في تباين في شكل الاداء بشكل كبير. يعني الموسمين اللي قبل كده انت على مستوى النتائج كنت مبهر مبهر بجد. الموسمين فاقوا كل التوقعات حتى الاهلاويه. انت ما كنتش متوقع انك تاخد افريقيا ورا بعض، وما كنتش متوقع انك تروح بالذات الثانيه، البرونزيه الثانيه اللي هي رحت ناقص نص الفرقه دي. يعني الاهلي لو كان راح سلم على البطوله ورجع من غير حاجه ما كانش حد هيلوم، فاهم؟ ولا كان حد هيزعل. فانت حققت الحقيقه ارقام رهيبه، لكن كان دايما كنا حاسين ان في حاجه ناقصه في كوره الاهلي. يعني وانت بتحقق البطولات دي حتى الناس ما كانتش راضيه قوي على مستر موسيماني، وكانت الناس بتهاجم مستر موسيماني. مشي موسيماني وجه سواريش، الناس بتنتقد مستر سواريش. ايه المشكله في كوره الاهلي؟ هل المشكله على الدكه، جهاز فني، مدير فني؟ هل المشكله في كواليتي اللعيبه، انه اللعيبه امكانياتها ما تجيبش اكتر من كده، او اللعيبه تقدر تكسب الماتشات لكن ما تقدرش تقدم 90 دقيقه تابلو فني يعني، ولا ما فيش مشكله اساسا من وجهه نظرك؟ لا اكيد كان في مشاكل وكان في اشكال متباينه زي ما حضرتك قلت، بس القصه مع موسيماني كانت شويه باينه. اللي هو التباين، النهارده عاليين وبيلعبوا سكور وبيكسب الزمالك 5، الماتش اللي بعديه تحس ان لا، تعادل مع فرقه صغيره جدا ومفيش حلول والدنيا مقفوله ومغيمه. ف ده انا شايفه يعني قصه بتاعه المدرب. المفروض المدرب ده طبعا بعد الماتش بحلل الماتش وبحلل فرقتي وبشوف ايه الاخطاء اللي حصلت، ومفروض بشتغل طول الاسبوع على الاخطاء اللي حصلت معايا عشان الماتش اللي بعده اقلل من اخطائي انا كتيم. اخطائنا في 3 4 مشاكل، لا احنا هنخليهم مشكلتين، هنخليهم مشكله. فده تطور، ده المدرب اللي بيعمله مع اللعيبه. فانا شايف ان دي مدرب، مش حاجه تانية. يمكن اللعيبه شويه حسستنا في وقت من الاوقات، بس ده برضو مش عايزين نظلمهم، ان المخزون البدني لما راح تحس ان هم بني ادمين تانيين، مش هم. مش دول اللي كسبوا افريقيا مرتين ورا بعض، ومش دول اللي راحوا كاس عالم وكانوا ناقصين كتير جدا ورجعوا ببرونزيه، مش دول. التباين ده بيحصل زي ما قلنا عشان مفيش الراجل رقم 2 ورقم 3. أيوه. عشان العدد قليل، عشان اللعيبه الست سبع الثمان لعيبه اللي شايلين الفرقه لما حصل لهم استنزاف وقعوا مره واحده، فالنادي كله وقع، مفيش وراهم حد قادر يشيل. فهي دي المشكله. لكن انا كنت شايف مثلا الـ 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 الشكل واللعب مع فايلر كان ممتع. الكوره يا استاذ احمد اتعملت عشان المتعه. مظبوط. احنا كلنا بنحب جوارديولا ليه؟ ايوه.
ممتع ممتع في لا غير عبقري يعني يعني انت بتشوف الراجل امبارح خسران بص خسران 2-0 وانا قاعد عندي يقين ان هو يكسب مش عشان حاجه غير ان الراجل عنده حلول فكريه يعني بتشوف حلول في الملعب كمان اكيد اللعيبه دي اتقال لهم حاجه ما بيعملوش الكلام ده من دماغهم يعني لا اتقال لهم حاجه فالراجل عنده متعه بشعه طول ما انت معاك الكوره انت قادر تستحوذ فانت شغلك كويس مش هيجي فيك جون طول ما معاك الكوره مش هيجي فيك جون هيجي فيك جون امتى اول ما بتفقد الكوره ففكره ان انت على طول معاك الاستحواذ ومعاك على طول الكوره بيخلي فيه متعه فالجماهير جماهير النادي الاهلي القصه بالنسبه لها مش نتائجه بس النتائج كانت مع موسيماني مبهره وكنا كلنا مبسوطين لكن الاداء ما كانش احسن حاجه كان اوقات كتيره جدا كنا بنبقى زعلانين ليه احنا مش مبسوطين من الفرق مش متمتعين المفروض الفرقه دي تمتعنا زي ما النتيجه انت ماشي على الخط بتاع النتيجه لازم خط تاني موازي واهم من النتيجه لان هو ده اللي بيجيب النتيجه اللعب والاداء ماتش سيراميكا ممكن يغير من الوضع شيء لا 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 خلاص السنه خلصت السنه خلصت من آخر بدري 90 دقيقه شايف انها فرصه يجب استغلالها طبعا لازم تفنش بشكل كويس لازم تقول ان التجربه كمان نجحت كلمه كمان للولاد الصغيرين الفرصه دي ممكن ما تجيش تاني يعني كل واحد فيكم الفرصه دي ممكن ما تجيش تاني بجد الموضوع ده مش هيحصل ممكن يحصل بعد 7-8 سنين فمش هتحصل لك تاني القصه دي امسك في الفرصه دي انت بتلعب في اكبر نادي في افريقيا امسك دي فرصه جمهور الاهلي عايز ان انت تنزل تعمل اللي عليك تتعب تجري تخبط يبقى عندك شخصيه نادي الاهلي ما تسيبش كوره غير لما قتل عليها وكل الناس هتقول لك هيسقفوا لك ويقول لك برافو لكن فكره ان تبقى نازل وقلقان وخايف فكك بقى من القصه دي الناس طلعوا شالوا الضغوط من عليك كاداره والراجل حتى كل ماتش بصراحه وعاجبني في القصه دي بيطلع يشكر اللعيب مع ان في لعيبه تلام بصراحه خصوصا اللعيبه الكبيره لما انزل وابقى مش متحمل مسؤوليه ومعايا اولاد صغيرين لا اتلام انت لعيب كبير انت مش لعيب صغير انت من احسن لعيبه في مصر كمان يعني الواحد زعلان من عبد القادر لعيب كويس جدا جدا وعامل مع سموحه حاجه محترمه جدا ولما جه الاهلي في اول السنه كان عامل شغل محترم جدا حاول تساعد الناس اللي حواليك لازم يبقى عندك شخصيه نادي الاهلي بمناسبه الجمهور هل حاسس انه الجمهور ضغط شويه زياده عن اللزوم هل حاسس انه الضغط ده ممكن يكون ليه نتيجه عكسيه ولا ده طبيعي ومتوقع ومفهوم كنت بتكلم مع بحجم جمهور النادي الاهلي كنت بتكلم مع حضرتك في الفاصل ان فييرا نجح ليه نجح عشان ما فيش ضغوط ما كانش مطلوب منه حاجه لازم النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي لازم تهدى دي مرحله بتحصل النادي الاهلي مش في كارثه النادي الاهلي حصل له دروب في وقت والدروب دوت بيتصلح ان اللي تعبان تعالى ريح وتعالى لنا فريش بقى اول السنه عشان احنا عايزين دوري وان شاء الله عايزين كاس وعايزين افريقيا فالموضوع يبقى ان شاء الله مختلف يعني نتمناها خير واثقين باذن الله انه الاهلي دايما تعودنا كده هيرجع ان شاء الله هيرجع احسن وافضل ان شاء الله باذن الله من الاول واللي فاضل يعني امطار اخيره امطار بسيطه شويه صبر ومفيش داعي للتوتر ومفيش داعي للقلق وباذن الله باذن الله قادرين نرجع افضل من الاول بشكر كابتن احمد رضوان شرفتنا ونورتنا شكرا على وجودك معانا في المسلسل استمتع بيك دايما وبشكر حضراتكم على المتابعه وبكره ان شاء الله على كل خير نتقابل على شاشه الاهلي في السادسه تحياتي لكم